تداعيات هذا الاضطراب لوسائل النقل، وهل صدر أي رد من قبل الجهات الرسمية؟ نعم، كما ترين ربما الصورة أبلغ من التعليق. ازدحام في الشوارع، كثرة سيارات، وهذه المحطة مغلقة، والبعض يتساءل كيف سيتحرك إلى منطقة أخرى ويقرؤون اللافتات التي علقتها اتحادات النقابات المختلفة التي أعلنت عن هذا الإضراب وسلسلة الإضرابات المختلفة. كل نقابة لديها إضراب، نقابات من داخل هيئة الباصات والحافلات داخل لندن، أيضا الأنفاق، مترو الأنفاق بالكامل متعطل إلا بعض الخطوط الجزئية، بعض الباصات في لندن متعطلة، وبقية القطارات الرئاسية لا تتحرك وهي قطارات الرئيسية، وأيضا القطارات التي ما بين المدن. وأيضا نحن الذين نتحدث فقط على إنجلترا، بل نتحدث عن ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لكن المشكلة هنا كما ترين هذا الازدحام الشديد سيستمر ليوم غد. هناك بعض مترو أنفاق سيسير بعض القطارات، ولكن جزئيا هناك أيضا بعض الإضرابات. كل هذا تداعيات كبيرة، اختناق وغضب شعبي، ليس من هم يقومون بهذا الإضراب، بل من الحكومة ومن الجهات المختصة، لأنه كما تعلمين هذه شركات خاصة وليس تابعة للحكومة. الحكومة بعتها منذ زمن، ومن ثم هي لا تتدخل بشكل مباشر في أي مفاوضات بين نقابات واتحادات العمال السكك الحديد المختلفة وبين الشركات المالكة. لكن حزب المحافظين الحاكم أو الحكومة تنتقد الآن عمدة لندن صديق خان بأنه لم يقدم الحلول اللازمة لحل مثل هذه الأزمات ما بين الشركات وبين اتحادات العمال، ومن ثم لا تزال المشكلة قائمة ويبدو أنها مستمرة، ولن يكون فقط على هذه القطاعات كما نسمع أن هناك ربما تكون هناك إضرابات من قبل المدرسين والعاملين في قطاع التعليم، أيضا من العاملين في القطاع الصحي وخصوصا أقسام التمريض، لأن الجميع عانوا إبان فترة جائحة كورونا من العمل بشكل مضني، وكان هناك توقف تام لأي زيادات سنوية، وهذا هو بيت القصيد بالنسبة لهذه الإضرابات، أنهم لم يحصلوا على أي زيادات للأربع سنين الماضية، والآن بريطانيا في رقم قياسي للتضخم، التضخم يوم أمس وصل إلى أكثر من 10%، أسعار السلع زادت عن ما كانت عليه 13%، وهناك مشاكل اقتصادية، والدولة متجهة إلى ركود اقتصادي كبير ينبئ عن خطورة كبيرة في ظل أن هذه الحكومة في أجازة والبرلمان في إجازة. هناك دعوات لعودة البرلمان لحل هذه المشاكل، مشكلة الكلفة الباهظة للمعيشة، وفي غياب رئيس الوزراء الذي هو بطبيعة الحال بوريس جونسون المستقيل، والذي الآن هو في إجازة ولم يعد لقيادة هذه الحكومة مؤقتا إلى أن يتم انتخاب رئيس الوزراء المقبل. أيا كان سيكون عليه مواجهة صعوبات كثيرة وربما حالة اقتصادية مزرية. عمر، يعني وإن كانت يعني شركات النقل هذه خاصة يعني كما ذكرت، لكن ألن يعني تكون ورقة ضغط يعني على الجهات الحكومية للضغط على هذه الشركات وبالتالي تسوية أوضاع هؤلاء العمال؟ بطبيعة الحال الحكومة لديها واجب أن تتفاعل في هذه المشكلة، لأن ليس فقط مشكلة العمال، حين يتم هذه الإجراءات 100 مليون جنيه استرليني في يوم واحد من هذا الإضراب، هذا معناه يكلف الدولة ويضيع الكثير من الأموال على الضرائب التي تريد الدولة أن تحصلها، ومن ثم تتفاقم المشكلة. ولذا يجب أن تحل المشكلة، لأن الحكومة ستدفع ثمن هذا، حزب المحافظين الحاكم ولديه انقسامات ومشاكل ولديه انتخابات داخلية لا يحتاج المزيد من الضغط الفعلي من الكلفة البيضاء للمعيشة
تزداد بالعاملين في قطاعات رئيسية في الدولة تؤثر بكثير على الاقتصاد. فهناك ضغوطات من حزب العمال على الحكومة، ضغوطات من السوشيال ميديا حتى بأنه الجميع متعاطف ممن يقوم بهذه الإضرابات، ولكن الحكومة لم تقدم أي وسيلة تفاوض حتى مع هذه النقابات، وتركت الأمر ما بين النقابات وما بين هذا. وهذه هي المشكلة الكبرى بالنسبة لحزب المحافظين الذي لديه تاريخ سيء مع التعامل مع هذه الإضرابات. نتوقع إضرابات مستمرة إلى أن تحل مشكلة الكلفة الباهظة والتضخم، ولكن في الثمانينات السبعينات والثمانينات مارغريت تاتشر عانت الكثير في التعامل مع إضرابات عمال الفحم آنذاك. ودائما نعلم تماما أن حزب المحافظين هو حزب يميني أي رأسمالي بالمعنى الأصح، هو حزب العمال، هو من لديه دائما الحلول الأكثر واقعية بالنسبة للعمال والعاملين في هذه القطاعات، وخصوصا أن الآن الحالة المادية ومتوسط، هناك حالات إفلاس كثيرة من شركات، هناك مشاكل كثيرة يومية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأسعار الكثيرة. كل هذا ربما سيصب في أزمة كبرى على هذه. شكرا على كل هذه المعلومات.